صمد، كيف تجد هذا الربط بين تعليق تصدير السلاح إلى الإمارات والحديث عن دعم الإمارات للشرعية اليمنية وأن ذلك سيؤدي إلى تمكن الحوثيين أكثر من اليمن بالإضافة إلى تمكن إيران؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم وجمهورك الكريم أيضا. بداية كما ذكر الأستاذ عاتق سابقا أن القرار الأمريكي بمراجعة هذا الشيء هو من أجل إيصال رسالة شديدة اللهجة للحلفاء في المنطقة، لكنه لن يؤثر كثيرا على سير الحرب في اليمن إلى حد كبير، فهي رسالة للصديق أو للحليف في المنطقة أن هناك ارتكابات خاطئة جرت منكم خلال الفترة الماضية، يجب أن تعدلوها ويجب أن يعني تعودوا إلى نطاق الوسطية في التعامل مع القضايا، وهذا ما تنتهجه الحكومات الديمقراطية المتعاقبة باستمرار، إذ ليست يعني الحكومات الجمهورية التي دائما تنحو منحنيات متطرفة إلى حد ما أو جانبية عن أو بعيدة عن التوسط. بالنسبة للإمارات كما ذكر هي تشعر أنها إهانة، وخصوصا أنها قامت بالتطبيع مع إسرائيل، وهذا كان مقابل أشياء كثيرة منها صفقة السلاح وطائرات F-35. فيعني هي تشعر أن هناك اهتزاز لها عالمي، فلذلك هي تحاول أن تستخدم كل الأوراق، وما ذكر من أنها أيضا تستخدم أن الحوثي يمكن أن يتوسع ويسيطر وكذا، هي محاولة أيضا لإرسال مخاوف يعني دولية من الحوثيون الذين هم أصلا من الحوثيين الذين هم أصلا حلفاء إيران بين قوسين، الذي هي أيضا عندها إشكالية كبيرة مع دول العالم بسبب النووي وبسبب تصرفاتها في المنطقة. لكن أنا يعني حقيقة في قضية القرارات الأمريكية هي أتت أصلا هذه الأشياء أو ما قام به الآن وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع يعني والرئيس جو بايدن من تصريحات هي أتت بعد الصعود إلى السلطة والدخول إلى البيت الأبيض، يعني بعد انتخابات شابها الكثير من اللغط، شابها كثير من الحوارات والأشياء، هذه أيضا كانت يعني محملة بكثير من الوعود، فيجب أن تكون خلال 100 الأولى من الرئاسة محاولة لتنفيذ عدد من الوعود التي أبرمت خلال الحملات الانتخابية وخلال الأيام الماضية، ولذلك كانت أفضل الطرق في التعامل مع كثير من القرارات وخصوصا التي كان حولها جدل كبير في أيام ترامب وخصوصا في الأيام الأخيرة، أنه يجب أن تخضع كثير من القرارات التي أصدرت للمراجعة، ومع أن المراجعة قد لا تأتي بشيء جديد لأنها حينما اتخذت أصلا لم تتخذ بأهواء فردية أو بنزوات شخصية، هي يعني أخضعت يعني لمؤسسات ولأعمال يعني وتقارير وأدلة وإثباتات وغير ذلك، يعني بعد أن تم ذلك أصدرت القرارات، ربما أنها كانت محطوطة على الرف أو على الملفات لإخراجها في وقت معين، لكن لا يمكن أن يخرج قرار دون أن يكون يعني قد درس. نعم. إذن من هذا التعليق نعم. ربما هو مؤشر نعم. إلى تحجيم أو تقييد الدور الإمارات الذي أطلق كثيرا على عهد ترامب، تجد أن هذا مؤشر فعلا أن الإمارات ستكون مقيدة وليست مطلقة اليد كما كانت في عهد ترامب؟ كما ذكرت لك أيضا في الأخير يعني كثير من الوعود ذكرنا، كثير من التصريحات، كثير من القرارات، لكن في الأخير الحكومات الأمريكية لا تنفذ إلا ما تقتضيها المصلحة الأمريكية. في البداية كما ذكرت لك خلال 100 اليوم الأولى ستحاول إظهار بعض يعني الإيفاء بوعود معينة، لكنها في الأخير لن يمر ولن ينفذ إلا ما تقتضيه المصلحة الأمريكية، ومصلحة الأمريكية أن يظل لها حلفاء يعني أمثال هذه الدول في المنطقة، ويظل لها أيضا بعض الأعداء في المنطقة لاستمرار يعني إدارة الصراع ولاستمرار يعني الحفاظ أيضا على الحليف الرئيسي في المنطقة وهي إسرائيل.
ففي الأخير هناك احتمالات كثير، يعني حقيقة هناك احتمالات، هناك اتجاهات متعددة حول ما الذي يمكن أن تقوم به إدارة بايدن، إدارة بايدن التي أتت بعد حقبة ترامب الجدلية والتي كان يعني فيها لغط كثير. نحن نعلم من هي هذه الإدارة، وهي إدارة أمريكا من قبل، لكنها أتت الآن في مرحلة غير المرحلة التي كانت في عهد أوباما. لذلك لا يمكن أيضا أن نقيم أن هذه الحكومة يمكن أن تمضي بالطريقة التي مضت عليها في عهد سالفه السابق أوباما. سيكون هناك تغييرات، وسيستفاد من الشدة التي استخدمها ترامب ربما في بعض الأحيان في المنطقة، أو التراخي في جوانب أخرى. هذه الحكومة حاليا تدرس كيفية الاستفادة وكيفية أيضا إرجاع العلاقات الدولية وإرضاء الحلفاء حتى في أيضا أوروبا. ولذلك كان أول لقاء عقده وزير الخارجية الجديد ولقاءه مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتهدئة الحلفاء الرئيسيين في العالم، يعني أننا سوف نسير يعني في خطى متعاونة وفي خطى مشتركة.